السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم درس جديد من دورة جافا بعد موضوع الـ Aggregation، التجميع. تكملة للمثال اللي احنا كنا نشرح عنه. فاحنا مثل ما قلنا بالمثال بالدرس السابق انه احنا استطعنا عمل كلاس. هذا الكلاس بسيط جدا، يحتوي على مجموعة متغيرات اللي هو من ضمن نوع الداتا الـ String، Name، Department، Address. بسيط جدا. بعد ذلك جينا عملنا Constructor. بعد ما عملنا Constructor قمنا بمنادات الـ student info ككلاس من ضمن كلاس الـ student. الفائدة من عندها أنه لاحظ أنا في سطرين أتممت كل شيء، يعني لو ما استخدم الـ aggregation أنا كان لازم أعمل هذا كله، كلها لازم كنت أكتبها، لكن بطريقة الـ aggregation أنا ما أحتاج، أنا كتبتها مرة واحدة فقط، ممكن استخدامها في كل الكلاسات، ممكن استخدامها في أي كلاس أنا أصنعه. فنكمل. اوكي، بعد ما احنا عملنا طريقة الاجريجيشن، لاحظ حتى هو ده يطلع هنا اسمه اجريجيشن. اوكي، ف طبعا من ضمن الباكج اجريجيشن هذا يطلع اسمه. فاحنا هنا عملنا المتغير اللي هو ستيتمنت انفو. اوكي، خلينا نكمل نعمل كونستراكتور. اوكي، راح نعمل رايت كليك، ريسورس، generate constructor using fields. لاحظ في الكونستراكتور موجود شيء اسمه ID وموجود شيء اسمه student info. لو ضغطت على OK نحذف السوبر، كأنما اتعامل مع، لاحظ الكونستراكتور في الكلاس student اتعامل مع الـ student info على أساس أنه هذا object ديعرف متغير أو data type ديعرف متغير. تلاحظ student info ديعامله كأنما ديعامل int أو string في هذا الكلاس. بهذه الحالة أنه كل اللي موجود في الـ student info هو حاليا موجود في داخل الـ constructor اللي عائد للستودنت. اوكي، بعد ذلك شو اعمل؟ اعمل عملية عرض للمعلومات اللي موجودة للطالب، لانه انت تعرف الكونستركتور احنا ما نقدر نرجع له قيمة. فاذا نحتاج الى ميثود. هذا الميثود الفائدة من عنده انه احنا نطلع معلومات الطالب. اوكي، منها الاسم ديبارتمنت، منها الادرس، ومنها الاي دي. فلو جينا عملنا مثلا public void show وفي داخلها، اوكي في داخلها حنكتب system.out.println. ouch this one. زين، شو الأشياء اللي راح نستخدمها؟ الأشياء اللي راح نستخدمها for example نكتب مثلا number أو لا الـ ID. أوكي، الـ ID ونعمل زائد، نكتب هنا المتغير ID. أوكي، دلالة على هذا الـ ID. انتبه، راح استخدم كل المتغيرات اللي موجودة هنا، هستخدمها من ضمن الـ student. لاحظ، هعمل زائد آخر وأضع بها، نحتاج إلى name مثلا، نجي نكتب هنا name، أعطي space plus name. sorry، dot name. لأن هذا الكلاس ما بيها public، أي بمعنى شنو؟ اللي في داخله instance. فinstance حتى ينادي instance ما يحتاج إلى object جديد، ما يحتاج إنه أعمل new object. لكن راح تلاحظ لما راح نشتغل على المين اللي يحتوي على static راح نستخدم new object. بس هنا ما نحتاج new object، لا، مجرد إنه إحنا نكتب اسم الكونستركتور.
اوكي او اسم المتغير لهذا الكلاس، وفقط نكتب الميثود اللي موجود في داخله اللي هو النيم. بعد ذلك حنعمل زائد اوكي سبيس زائد نكتب هنا مثلا عندنا ديبارتمنت مو ديبارتمنت اوكي نعطي مسافه أبابا هنا لو نعطي مسافة أيضا وهنا نعطي مسافة بما أنه الموضوع طويل نعمل انتر بعد ذلك نعمل زائد أوكي هنا يبقى شو هو الأدرس مش هيك أدرس هذا نعمل كوبي بيست هذا نعمل كاب أوكي so ناخذ ال student dot هنلاحظ اكو شيء اسمه address so address department okay بس لكن هنا احنا نسينا نحط ال student info department اذا زائد مرة اخر deep هذا هو لاحظ كله يكتب لك اسم الاوبجكت اللي حصل اللي هو student info نعمل اوكي that's good اوكي احنا عملنا ميثود هذا الميثود هو راح يعمل لي عرض لي الاشياء اللي انا راح ادخلها لمعلومات الطالب منها الاسم الاي دي لاحظ ما استخدمت له student info ليش لماذا لانه انت لو تلاحظ انه هو اصلا موجود في داخل الستودنت كلاس الستودنت لكن بقيه الاشياء هي موجوده من ضمن الكلاس ستودنت انفو فانت ممكن تضيف انواع واشكال متغيرات وممكن انه تاخذها هنا لكن لا تنسى قبل كل شيء انت لازم تعمل شنو لازم تعمل هنا تضع الاوبجكت اللي هو الستودنت انفو الكلاس بعد ذلك تجي تعمل متغير وتقدر تستخدمها في الدوال مثل ما تلاحظ هنا اوكي هنا احنا كملت الصورة عندنا نرجع للمين خلينا نشوف الوقت يسمح 7 دقائق للوقت اوكي نوقفها ونكمل بتسجيل اخر لهنا احنا راح ننهي الدرس ونشوفكم درس قادم مع السلامة